السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج النهاردة يا جماعة برنامج يعتبر من البرامج الترفيهية يعني، أو لتغيير المود بتاع التليفون. افتح البرنامج على طول من غير ما نطول الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الألوان اللي أنت شايفها قدامك دي هي دي اللي بتلف حوالين التليفون، يعني أنت لو اخترت ده اللون اتغير. تمام، تفتح البرنامج تاني، اختار ده اللون اتغير، اختار ده اللون بيتغير. تمام، الخيارين اللي موجودين فوق، اول واحد ده ان الاطار ده يبقى موجود على الخلفيه بس، اللي تحتيه يبقى موجود على كل البرامج. مفيش اي مشكله انه يبقى شغال مع اي فيس، مع اي رسائل، مع اي واتس، يعني قدامك 24. لو عجبك الفيديو الحمد لله، لو ما عجبكش ان شاء الله المره الجايه نعمل فيديو جديد. شكرا ليك.